برنامج المرأة الفاضلة هيروح زيارة خاصة للأسيس صمويل دكتوريان اللي خدم في بلادنا لسنين طويلة واتباركنا منه كتير. هو دلوقتي في الثمانين من عمره. تعالوا نروح نقضي معاه وقت ونزوره في بيته. هيحكي لنا عن قصص حصلت في خدمته في الدول العربية وفي مصر. ظهر له ملك. I remember that story. وكمان هيكلمنا كلام يشجعنا. وهيرنم معانا ترانيمه المفضلة. انتظرونا في برنامج المرأة الفاضلة يوم الأربعاء على قناة الكارما نايل سات.